صباح الخير يا احلى منه. ايه ده الحين فين انتوا؟ فتح الله والدنيا بتمشي كده. ملشيه راح فين فتح الله؟ ملشيه هتعمل ايه؟ الجو ساعة يا توحى عليكم. هتجيبوا حاجه حلوه؟ الدنيا بتشتي طبعا. الناس مستنينا في فيديو راس سنه الامنيه طبعا. بابا نويل طبعا هتشوفوا امنيه وفتح الله يعملوا ايه في راس السنه بالعجله. هاي شيء عادي بس مش هقول لكم اللي هعمله المره الجايه. بس اتفرجوا عادي، لو وصلتوني 100,000 قلب معايا في الفيديو ده هوعدكم انا هعمل اكتر مفاجاه كنت هعملها ان شاء الله. اوكي اوكي توحى اديهم بوسه قول لهم بحبكم. قول لهم بحبكم. بس كده عشان الدنيا ما تشتيش على راسي. صح؟ صح. فتوحة فتح نمبر 1 مين؟ نمبر 1 فيروزة بتلعب معاهم. فيروز صاحبتهم يوزا الموبايل يا يوزا عشان ما يبص الموبايل بتاع فيروز. بصوا يا جدعان جاهزة منو؟ جاهزة ولا لا؟ حاضر جاهزة؟ ماشي محمد خد عادي تضحك على ايه؟ عشان انا اسمي في الفيديو اقول لهم بس يلا يلا 1 2 1 2 قول لهم الاول ازيكم عاملين يا عمي؟ يلا ازيكم عاملين ايه؟ احلى احلى اصحاب في الدنيا. النهارده طبعا هوريكم كواليس الفيديو، بس الفيديو ده هيعجبكم قوي. تعالوا يلا نفيسة أمنية اسمها نفيسة. يلا 1 يلا 2 3 يا فيزا. لا ما بقول لك ايه انا اللي اقلب عليها. بدل ما هي فيزا ايه؟ يلا عادي يا يلا. ليه؟ امنيه قوه يا جماعه. يلا 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 سلمى. اي يلا اي كل شيء اي اتحرك. يلا سلمى تعالي العب غزة. بس يا يلا يلا 1 2 شوف بتحكي من نفسك من تحت. يلا 1 بالحق في لحن صح. 1 2 3
يا منو بلبس المدرسة أمنية تتألق في الفيديو. تعمل ايه في الفيديو ده بقى؟ احكي لنا يا أمنية. انا اسمي فيزا، فانا صحابي في المدرسة بيعيبوا عليا. ارجو من كل ام او كل اب ما يسميش بنته او ابنه اسم وحش عشان ما يزعلوش منهم لما تكبروا، وباش ان هم مش مبسوطين في حياتهم، فسموهم اسمه حلو وكيوت كده. حلو كده. نصيحة مني، انت اسمك ايه بقى؟ اسمي أمنية. لا في الفيلم ايه؟ فيزا. فيس فيس فيس. بيقلصوا عليك ويقولوا كيف مسا؟ فس 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 كورونا فيروس. طبعا النجمه الجميله. الله ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه يا أمنية؟ انا طبعا هطلع شحاته خدامه انا زباله. بصوا بصوا الفرق يا بصوا. ايه ايه ماتي ناتي ستي ميلاتي. لا دي ساعات كده معايا في البيت. انا وهي طبعا الاثنين صحاب جدا يا جدعان، بره الفيديوهات صحاب جدا وبيحبوا بعض جدا. بس من جهاد بس يا زوز. من اعداء. يلا يلا بينا. غازي عايزك تكلاش حاجه. منو تعملي ايه يا أمنية؟ عامله فيها بقى بسوق العالي ده. انت عندك دور تعملي ايه دلوقتي؟ مش هقول لكم، بس تدخلي بعد محمود الجامع. طب والله يا انبسطي يا أمنية. أمنية يا جنب العجلة، اتفضلي يا أمنية العبي العجلة وسيبي التصوير خالص. اه العبي، اتفضلي اتفضلي العبي. يوه. العبي العبي. بصي منو يا جنب تصوير العجلة. أمنية مستنية. بصي لسه عيلة صغننة. لفي يا منو لفي. بصي أمنية بصي بصي ايه؟ اللفة دي اللي صعبة. طب يلا ليه لفي يلا يلا. اه تلفي. بصي يا عم بصي يلا أمنية الجميلة اللذيذة العسولة. يلا بص هتصور مع مين؟ انزلي يلا هنا أمنية وتعالي. هات العجلة وتعالي يا منو تعالي. يلا خش مع ماما ندى. يلا كل روح هناك. روح يوزا. يلا غزة روح هناك. يلا يلا أمنية القوة منورة الدنيا. أحلى قوة. لا إيه ده، أنت قاعدة كده ليه يا أمنية؟ بعمل فيديو مع محمود الجمل. فيديو ايه ده؟ فيديو لأب مهمل كان بيشرب حاجات وكده. فطبعا بنته كانت بتحبه بس هو كانش بيشوفها خالص، فالدرجة اللي هو هي بتمشي في العربية بتقول له بابا يا بابا، هو خبطها في العربية. فده أب مهمل. ده انت كان عملتها. لا وبعد كده أمنية الأب ده هيبقى كويس. اه طبعا. ليه هو ما بقاش من الأول يبقى كويس؟ صح يا أمنية؟ اه طبعا غلطان في الموضوع ده. اه واشتركوا في قناه امنيه وفعلوا زر الجرس ولايكات كتير وكومنتات اكتر ووصلوا الامنيه للمليون. وصلوك لايه؟ ل 10 مليون. يلا بينا بقى عشان يجيبوا حاجه حلوه. فاتت برنس. برنس مصر. بنت كاس. يلا بينا عشان يجيب لك حاجه حلوه. يلا بينا. صوت يا جدعان جاري يا فيروز. واحد اثنين ثلاثه. مش بضحك عليك، انا بتكلم بجد. وبعدين هقول لك حاجه، ممكن ربنا عمل كده عشان ايه؟ يحميكي من حاجه من حق التحصيل للاب، صح؟ مش بضحك كده يا ماما. خلي جوه مني واطلعي بعد كده. واحد اثنين ثلاثه. ثلاثة. هو يوتي ليه بتعمل نيوز زي ده؟ فدي بحياتك. على فهمك يا حبيبتي، حياتي بنتي انا، لكن انتوا ولاد ابوكوا دايما ام تانية. لو امكوا كانت بتحبكم صحيح وعندها دم كانت اخذتكم تربتكم معايا، لان هي ما عندهاش دم عشان سايباكم ليا.
طيب ايه يا ولاد مانكو دي ايه؟ مش حلوه. اقعد يا حبيبتي اقعد. مانكو زعلان ليه كده؟ لا مش حلوه. ازيك يا محمد؟ ايه يا ندى عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يا رز الحياه تعالى يا قلبي حبيبي بابا تعالى يا ندى. اتنين خديني اهو تعالى انت خديني. واحد اتنين ثلاثة. يا أمنية يا روزة مالكوا في ايه؟ ماما ايه يا حبيبة قلبي؟ انا سبت ماما. نصيب يا حبيبتي. طب احنا ليه مش عايشين معاها طيب؟ مينفعش؟ هي ندم صاحبتك حاجة؟ هيا يا حبيبتي؟ انت ندى؟ اه طب انا ازيك يا محمد عامل ايه؟ يا ندى عامله ايه؟ الحمد لله كويس. طب ندى يلا ماشي. يا روزه ايه العسل ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حياه النجمه امنيه بتعدي الشارع يا جدعان هي مصوره. طبعا خلصت المشهد واحمد بيعديهم الشارع هي ويوزه الابطال. طبعا النجمه غزل اهي شرفتنا. بصوا احمد بيعديها. عامله ايه يا منو؟ عامله ايه يا حبيبي؟ بتعملي دور ايه بقى النهارده؟ هربت من مرات ابويا. هربت من مرات ابوكي؟ اه. ليه؟ عشان عاوز اتجوز اختي. اختك مين بقى؟ فيروزة. رودة فيروزة روزي. يا جماعة لقيت غزل بتقول لي ثانية واحدة بتقول لي يا جماعة دي زي الكورونا ثانية واحدة مش دي تعالى حلوة كده. ما انت عملتيها الفيديو اللي فاتت اللي فات. وانا اقولها لهم تاني عادي. كورونا كورونا يا جماعة كورونا. أنا لسه قال مامي لسه قايلها كورونا فيروس. هي صغيرة كورونا فيروس مرة مع كل ده. لا 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 ده 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 فلفل. ده ولا ده ولا ده يا ولاد. ده ولا ده من ده دي حاجه طماطم. لا مش طماطم طبعا. انت بتهزر اهي بس مش طماطم اهي. اه ده شوف ايه يا جماعه ده نوع كريز. لا لا مش كريز دي حاجه تانية والله. ايه دي؟ معرفش. هي اقول لك ده كريز والله. يصدق والله لا يا شيخ ده ورا بيطلع ريحه بس. يلا يا جدعان يلا امنيه عندك شغل. يلا يا جوزه يلا يا ايه يلا شغل شغل.